الو مسي مسي، انت وياه كيف الحال؟ شحالكم بخير؟ نلتقي معاكم مجددا في موضوع والله ان هالموضوع تعبني، يعني صراحه اقولكم متشعب كلام من الداخل، تواريخ من الداخل، هي سياسه هي حرب هي تجاره هي قوانين، شيء يعني ترك بصمه في التاريخ بكل محتوياته. نشرب شوي نحتسي قدحا من هذا الشاي لان موضوعنا عن الشاي. شوفوا المقدم ايش قال، سياسه وحرب واخر شيء عن الشاي. والله طلع الشاي ما بسهل يا جماعه الخير. نعم، لكن لاجل شو يقولون، لاجل عين تكرم مدينه. نعم، وعشانكم انتم بعد تستاهلون. نبدأ وياكم هي، لأن الموضوع شوي في باله تركيز وباله فوكس، واشربوا شاي عشان التركيز. نبات موطنه الأصلي الصين، هي البطاقة التعريفية. الشاي موطنه الأصلي الصين، أول ناس عرفوه اللي هم الصينيين، ويرجح أن الشاي معروف عند الصينيين من 1600 قبل الميلاد ويمكن بعد شوي أكثر. وفي اساطير وايده وفي قصص وايده وفي خرافات وايده ما تعرف كلها من داخله ان كيف عرفوا الشاي. لكن الشيء المتفق عليه ان الشاي كان شراب الامبراطور المفضل. كان في عالم نبات جنة او شيء، انزين شينونغ اسمه، هذا كان يجرب النباتات على عمره، واذا كان فيها اضرار او فيها اثار سميه كان ياكل وراها ورق الشاي. فقلت لكم انا قبل ان اي نبات بداياته تكون اللي هو يا استخدام طبي او ديني، فهنا هذا النبات الشاي كان انه استخدام طبي. فهذا الريال شينونغ هذا كان جاي عقب ما ياكل النباتات جربها على عمره، كان ياكل ورق الشاي. كيف اكتشفوه هذه 60,000,000,000 يعني قصه وراها، ما بنتطرق لها، لكن ناخذ الزبده ان الصينيين هم اول ناس عرفوا الشاي وقدروا انهم يزرعونه عندهم ولهم طقوس فيه ترى بعد. والشاي بالنسبه للصينيين يعتبر شيء مقدس بني. والاسم العلمي للشاي يسمونه كاميليا سينينسيس، هذا الاسم العلمي للشاي. وبعدين لما زرعوه في الهند، زين ضافوا له اسم يحدد صنف هذا من الصين او من الهند، فسموه كاميليا سينينسيس اساميكا. اساميكا اللي هي نسبة الى اقليم اسام في الهند، لان الشاي كان يطلع في الصين تقريبا ما بين على الحدود الهندية الصينية، وكانت اقرب الى منطقة اسام، وهذه المناطق كلها ذات طبيعة جغرافية وبيئية مناسبة للشاي. فهذا الاسم العلمي. والشاي عبارة عن شيرة أو شجيرة مستديمة الخضرة، في الطبيعة يمكن يكون ارتفاعاتها أكثر من مترين ثلاثة أربعة الله أعلم، لكن يخلونها هم كارتفاعات بسيطة بحدود المتر متر ونص عشان الخدمة. والورق هو الجزء اللي يستخدم منه صناعة الشاي أو يدخل في صناعة الشاي. والشاي منه 6 أنواع اللي هي تتفرع منها، مو بالشركات اللي هي ليبتون وريد ليبل، لا لا لا، أتكلم عن 6 أنواع اللي يطلع. يعني عندك اليوم الشاي الأخضر، إنزين يعتمد من وين مزروع، الصين ولا في الهند، فبالطريقة هذه. والشاي الهندي ايضا طلعت منه انواع وبنتطرق لها ان شاء الله تعالى في سياق الموضوع. فالشاي 6 أنواع، شيء من الشاي الابيض والشاي الازرق، لا الشاي الازرق طلع بعدين، الشاي الابيض والشاي الاحمر، هذا احنا نسميه احمر وهم يسمونه اللي هو شاي اسود بلاك تي، اي نعم احنا نسميه شاي احمر، والشاي الاخضر والشاي الاصفر، وفي شاي اسمه شاي وولونج، انزين او اولونج، شاي اولونج، وفي شاي اللي هو يسمونه دارك، ما اعرف ما حصلت الاسم بالعربي، دارك
المهم هذه الست انواع عالميه من الشاي، الشاي الاخضر والشاي الابيض، الاصناف اللي عددتها عليكم. لكن قبل لا احنا ندخل في المصانع وكيف يصنعون وكيف كذا، خلونا شوي نشوف الاحداث التاريخيه اللي مرت بالشاي. في اشياء استوت بسبب الشاي، في قرارات اتخذت بسبب الشاي، في اشياء طلعت احداث طلعت بسبب الشاي. ف خلونا نبدا وياك. قلنا لكم ان الشاي عند الصينيين معروف من 1600 قبل الميلاد باختصار شديد، زين، ويمكن شوي اكثر. عام 500 بعد الميلاد اللي هو القرن السادس، رهبان بوذيين من الصين طلعوا وساروا اليابان، ودوا وياهم الشاي هناك، زين، ودخل الشاي الى اليابان. ما بندخل في التفاصيل بس هاي هي المعلومه. والشاي بالنسبه للصينيين شيء مقدس، شيء يعتبر من اسرار الدوله، ممنوع على اي صيني انه يعطي اي معلومات لاي انسان من خارج الصين. الشاي وين ينزرع، كيف ينزرع، كيف المعاملات ماله، والممنوع يعتبر سر من اسرار الدوله. عشان كذا الصين ظلت محتفظه بهالاسرار الين القرن الثامن عشر او التاسع عشر، لين القرن التاسع عشر. فهذه مقدمه بسيطه عن الشاي، تاريخه بالنسبه للصينيين واهميته، وان شاي الامبراطور المفضل او شراب الامبراطور المفضل. نوصل الحين لين العام 1600، يعني دخلنا القرن السابع عشر. القرن السابع عشر تعتبر اللي هي تقريبا ذروة الاكتشافات البحرية الأوروبية اللي بدأت من عام 1400، وعام 1400 اللي هو القرن الخامس عشر اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا اللي فتح لهم آفاق بالنسبة للقارة الأوروبية، فتح لهم آفاق جديدة سواء على مستوى التجارة، على مستوى المستعمرات، على مستوى الموارد، من ضمنها الشاي. من ضمنها الشاي، الشاي كان سلعة رئيسية، وأول ما من عرف الشاي من الأوروبيين البرتغال. البرتغاليين هم أول ناس عرفوا الشاي، هذا كان بعد قرنين من الزمان، يعني نتكلم في عام 1600 القرن السابع عشر. أول ناس وصلوا إلين الصين وإلين اللي نقول إحنا اليوم ما يسمى بدول جنوب شرق آسيا، زين، البرتغاليين، وبدأوا التجارة مع البرتغاليين، لكن كانوا يأخذون الشاي كمنتج نهائي، كانوا يأخذونه كمنتج نهائي. تبعهم منو؟ الهولنديين. الهولنديين أيضا كانوا يشترونه، كانوا يسمونه يعني من السوق الثانية، يعني اللي هم من تجار الشاي اللي في الصين، او الهولنديين التجار هون يشترونه من التجار البرتغاليين بالطريقه هذه، وكانوا يودونه بلادهم طبعا بحكم انه شيء جديد، وكانوا يدفعون عليه مبالغ فضه. العمله الرائجه وقتها كانت بالفضه، زين، كانوا ياخذونه عند الملوك وطبقه النبلاء، اما الفقراء ما لهم شيء، الفقير من يومه ما بفعين حد، الله يعينه. المهم، وما كان كذا على فكره، الشاي اللي هم كانوا يشربونه ما كان كذا بهاللون هذا، بعدين طلع. ايه، فالبرتغاليين اول ناس استخدموا الشاي في القاره الاوروبيه. هولندا يعني فتره زمنيه بسيطه بينهم ايضا استخدموا الشاي الين عام 1662. خلال الفتره هذه استوت احداث، وين؟ عند الانجليز. ايه، هم الانجليز هم اللي سووا البلبله هذه كلها في الشاي. الانجليز اولا سووا شركه اسمها شركه الهند الشرقيه البريطانيه، وهذه كانت تعتبر الذراع التجاري للتاج البريطاني، وهي الوحيده المخوله انها تتكلم باسم الملك او باسم التاج البريطاني بامور التجاره والمفاوضات السياسيه في المستعمرات. وفي نفس الوقت التاج البريطاني كان مصدر تعليمات واضحة أن ما حد يشتري أي بضاعة من أي شركة أوروبية إلا شركة الهند الشرقية
شركة الهند الشرقية البريطانية أو التجار الإنجليز فقط. وفي بعض السلع كانت حكرا على الشركة اللي هي شركة الهند البريطانية الشرقية، ومن ضمنها الشاي. يعني ما في أي تاجر إنجليزي يقدر يشتري ويبيع في الشاي إلا عن طريق الشركة هذه، هي تعطيه الموافقة أو يشتري من عندها ويبيع. فكانت هذه الذراع التجاري للحكومة البريطانية، بالإضافة للقوانين اللي طلعناها اللي طلعوها البريطانيين. زين، عام 1662 الملك تشارلز الثاني تزوج من أميرة برتغالية اسمها كاثرين برغانزا، هذه في البرتغال وتعرف الشاي. لما راحت انجلترا متعودة تشرب الشاي الصبح والعصر، وين الشاي؟ قالوا لها شو شاي؟ ما نعرف شاي احنا. قالت ليش ما تعرفون؟ انا هناك متعودة بيتي اشرب شاي الصبح. قالوا بي احنا ما نعرف، لكن ان شاء الله هي مرت الملك لازم. وفي نفس الوقت تزامن ان الهولنديين كانوا يطرشون ايضا شاي اللي هو البلاط الملكي الانجليزي. فهنا آلية دخول الشاي الى انجلترا بهالطريقتين، يعني هذين الموثقات. لكن شو الفارق الزمني بينهم؟ الله اعلم. فهذه الأميرة البرتغالية جابت الشاي وياها في القصر، والهولندية اتوقع اللي هو كان يشترون النبلاء والطبقة الراقية. فمع الوقت بريطانيا فكرت ايضا ان الشاي هذا استوى مشروب ملكي، فانا لازم ايضا اطور من سياساتي واتحرك. فظل الوضع على ما هو عليه. الشركه اللي هو شركه الهند الشرقيه البريطانيه تشتري الشاي من التجار الصينيين ويدفعوا لهم بالفضه، زين، بمقابل بضاعه اخرى ايضا كان من ضمنها الشاي، وكان الشاي يعتبر سلعه اساسيه. الين القرن اللي بعده، يعني شوف احنا بدينا الحين القرن السابع عشر اللي هو عام 1600، الحين دخلنا القرن الثامن عشر عام 1700. من عام 1700 لين عام 1799 القرن هذا صارت فيه أحداث غيرت مجرى التاريخ وغيرت من خريطة العالم. باختصار شديد بعطيكم شي بنقص بالتواريخ بس عشان تعرفون شو الأحداث خلال فترة زمنية قصيرة. عام 1706 أول مزاد للشاي، بدأت بريطانيا تسوي مزاد حق الشاي، زين، وظل المزاد هذا مستمر لفترة طويلة بعدين بخبركم. هذا عام 1706. عام 1757 استوت الهند أو شبه القارة الهندية تحت التاج البريطاني بدون منازع، يعني برزت بريطانيا كقوة تجارية وحربية وعسكرية وسياسية كل شيء. فعام 1757 هيمنت الهند، هيمنة بريطانيا على الهند واستوت الهند كلها، لأن الهند كان فيها مستعمرات قبل فرنسية ومستعمرات كلهم راغتهم. الفترة هذه دخلت فيها في حروب بريطانيا مع منافسيها على المستعمرات وهيمنت على الهند. فوقت في نفس الفترة هذه بريطانيا لها مستعمرات وين؟ في أمريكا، كانوا يسمونها المستعمرات البريطانية في أمريكا. عام 1760 اشتعلت الثورات وين؟ في أمريكا، في المستعمرات البريطانية في أمريكا، نتيجة طبعا اللي هو زيادة الضرائب وفرض الرسوم إلى آخره من هالكلام. فاشتعلت الثورات في المستعمرات البريطانية في أمريكا اللي احنا اليوم نسميها أمريكا، هم كانوا يسمونها الأرض الجديدة، انزين. فهذا في عام 1760. عام 1767 يعني تكلم احنا بعدها سبع سنوات، عام 1767 طلع واحد مسك الخزانة الانجليزية اسمه تاون تشند. تاون تشند هذا وزير الخزانة الانجليزية وقتها. فهالفترة قلت لكم بريطانيا دخلت في حروب، فالميزانية قاعدة تنقص، رصيد الفضة عندها وايد نزل، فيبون مصدر للأموال. تاون تشند هذا رفع الضريبة على الشاي. كيف كانت العملية؟ انه شركة الهند الشرقية تأخذ الشاي من الصين، إنزين، وتوديه بريطانيا، من بريطانيا هي توزعه على المستعمرات. لما ضعفت فرضوا ضريبة
على التجار اللي يشترون من الهند الشرقية، فرضوا عليهم ضريبة، الضريبة هذه كم؟ 119%. زين، بالإضافة طبعا شركات الهند الشرقية كانت تدفع ضرائب للتاج البريطاني، لكن شوية في لها مثل ما نقول يعني واسطة، وبعدين تأخذه وتبيعه في المستعمرات، أو التجار اللي يشترونه من شركة الهند الشرقية يأخذونه من لندن يودونه يبيعونه وين؟ في أمريكا، أو في المستعمرات بشكل عام، المستعمرات البريطانية سواء كانت في أمريكا، لكن موضوعنا عن أمريكا الحين. فقانون تاونشند هذا رفع الضريبة بالذات على الشاي 119%. ظل الوضع على ما هو عليه تقريبا عشرات السنين، لكن خلال عشرات السنين هذه، خلال 10 سنوات كان في تحركات، أحزاب قامت تتكلم، معارضة، جماهير، غير غير غير، لأن بريطانيا كانت ترفع الضرائب، والناس اللي في المستعمرات البريطانية كانوا يقولون كيف هايلاك يرفعون ضرائب علينا وإحنا بريطانيين نعتبر، بدون وجود ممثل لنا في البرلمان. هذه اللي هي كانت أساس الخلاف. بعدين بدأت موضوع المقاطعات إلى آخره. عام 1773 شو استوى؟ استوت حفلة الشاي في بوسطن في أمريكا، ميناء بوسطن في أمريكا. طبعا خلاص اتخذوا قرار المستعمرات البريطانية اللي في أمريكا مقاطعة منتجات الشاي، سواء اللي جاي من شركة الهند أو من التجار الإنجليز، واللي موجود أوردي في الاستورات هناك ومرفوع عليه الضرائب مقاطعة، هذا كله قاطعوه وخلوه يخيس في مكانه. أنزين، والسفن اللي جت والحادثة المشهورة في عام 1773 تنكروا في الليل على شكل هنود حمر، شيء منهم من هاي المعارضين، وساروا المينا حصلوا السفن واقفة مال الشاي، وشلوا بصناديق الشاي والبحر، انشلوها كلها في البحر، واللي كانت محملينها على رصيف المينا كسروهن عشان من ينعقوه في البحر، يعني اتلاف ومقاطعة. وفي سفينة جاية في الدرب تأخرت يوم شافت الوضع على طول ردت لندن بحمولتها بدون أضرار، لكن ما في فائدة ما حد، لأن نفس المعارضة هذه صارت وين؟ الضريبة هذه أيضا ارتفعت في بريطانيا نفسها. فهذه حفلة الشاي، معالم حفلة الشاي لين اليوم موجودة في بوسطن في أمريكا، مسوين مينا صغير كذا وقدام السفينة وعدال بيت شاي كوفي، في الأحداث والتواريخ، يعني التفاصيل هذه اللي يحب يطلع عليها موجودة. فحادثة الشاي هذه كانت المسمار الأخير في نعش المستعمرات البريطانية في أمريكا. اشتعلت عقبها الثورات مثل النار في الهشيم في المستعمرات كلها، الشاي كان آخر خلاص بسبب الضريبة. لكن خلال الفترة هذه من طلع قانون هذا تاونشند سنة 1767 مرورا بحفلة الشاي إلين عام 1784 طلعت ظاهرة عندهم. شو الظاهرة هذه؟ التهريب. قاموا يهربون شاي، استوت شبكات بس تهرب شاي من وين؟ كانوا يشترونه من البرتغاليين ومن الهولنديين. فهذه خسرت أيضا شركة الهند الشرقية البريطانية، خسرتهم، خسرت الحكومة. الحكومة طبعا التاج البريطاني أعلن أن هذا تمرد وعصيان وخيانة عظمى، رد انقلب عليهم وعاقبهم بالإعدام وعاقب المستعمرات بالسجن وغير إلى آخره من هالكلام. إلين عام 1784 صدر قانون بتخفيض ضريبة الشاي من 119% إلين 12.5%، اختفت شبكة، يعني تخيل أنت شبكة تهريب كاملة، ناس كانوا يطلعون بس يهربون شاي سواء في بريطانيا أو إلى المستعمرات اللي هو كانت شركات هولندية أو برتغالية. ما بندخل في الأرقام لكن تفاصيل موجودة لأن الموضوع بعد شوي يباله. فحفلة الشاي هذه معروفة وموثقة في التاريخ، اسمها حفلة شاي بوسطن. اللي حاب يبحث بيدخل على التفاصيل، أسامي ناس، تواريخ الاجتماعات وما سبقها وما بعدها من أحداث. وخلال الفترة هذه القرن اللي هو احنا نتكلم 1700 لين 1799 تقريبا، هنا اللي هو استقلت الولايات المتحدة وطلع لنا اليوم بما يسمى الولايات المتحدة الأمريكية. فالشاي كان آخر مسمار في نعش
المستعمرات البريطانية، خلاص بريطانيا طلعت واستوت أمريكا كدولة مستقلة، الولايات المتحدة الأمريكية استوت كدولة مستقلة لها سيادة، لها برلمان وغيره إلى آخره، خلاص استوت دولة معترف فيها. زين، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية بريطانيا بعدها لا زالت تمتلك المستعمرات في أفريقيا وشيء منها الهند، اللي هي يعتبرونها يعني الهند كانت تعتبر درة اللي هي المستعمرات البريطانية، التاج البريطاني. زين، خلصنا المرحلة هذه اللي هو القرن 18، دخلنا حين القرن 19 اللي هو من عام 1800 إلى عام 1899. هنا بعد في أحداث، دخلنا القرن 19 اللي هو عام 1800. 1820 اكتشفوا، بحكم ان الهند تحت الاستعمار البريطاني ويتبع التاج البريطاني، منطقة آسام اكتشفوا فيها نبات يشبه الشاي، بس ما شافوا شيرة الشاي اصلا. الين هالوقت الانجليز والبرتغال والهولنديين ما شافوا شيرة الشاي كيف شكلها، شافوا الورق بس. بس شافوا الورق. طبعا ايام الحملات وهذا كانوا بالإضافة للعسكر كانوا يأخذون علماء نبات، علماء أحياء، فيزيائيين إلى آخره من الكلام، ودكاترة. فعلماء النبات اللي هناك لما توغلوا إلى منطقة آسام شافوا أن هاي الورقة تشبه نفس ورقة الشاي اللي إحنا نشتريه، ساروا فوروا الشاي هذا، سووا له معاملة، قال لك هذا أيضا الشاي لكن مش بجودة الشاي الصيني. هذا في عام 1820. زين، وحاولوا الانجليز انهم ينتجون يسوون منه كميات عشان يستغنون عن الصين، ما يبون الصين تلوي ذراعهم، ما يبون الصين تلوي ذراعهم، فلازم مصدر ثاني، بلان بي. في عام 1834 خلاص هنا طلع قرار شركة الهند الشرقية البريطانية ما لها اي امتيازات تجارية، سحبوا منها كل الصلاحيات، خلاص ما عادت هي الذراع التجاري القوي اللي يتكلم باسم التاج البريطاني. انسحبت صلاحياتها وانسحبت امتيازاتها، مو بهي الشركة الوحيدة اللي تبيع، وطلع قانون التجارة البحرية الحرة، الحين اي شركة انجليزية تقدر تسير تشتري وتتاجر في الشاي، الشاي ويجيبون الشاي بالاضافة لبضاعة اخرى، لكن كان ايضا الشاي على رأس الاولويات. الحين بنعرف كيف. في عام 1737 اكتشفوا أماكن صالحة لزراعة الشاي اللي هو في الهند، لكن بشكل بسيط يعني حوالين منطقة آسام اكتشفوا ان في مناطق ثانية نقدر نزرع فيها شاي، بس بعد ظل الانتاج محدود، فكان يروح للملك وللحاشي وللطبقة النبلاء. تخيل من 1820 وهم يحاولون، الحين 1837 انزين وهم بعدهم يحاولون، قدروا ينتجون لكن بعد ما يلبي الاحتياج، مو بالشيء الكبير. والمزاد شغال، طبعا المزاد اللي مال الشاي شغال لحد الان في بريطانيا لين الفتره هذه اللي هي القرن الثامن التاسع عشر. بعدها بسنتين عام 1839 دخلت الحكومه البريطانيه مع الصين في حرب الأفيون. حرب الأفيون أنا تكلمت عنها في موضوع موجود على قناتي في اليوتيوب اللي هو الخشخاش، نبات الخشخاش. إنزين، دخلت في حرب الأفيون من سنة 1839 إلى 1842. هذه الحرب الأولى، نتج عن الحرب الأولى طبعا ما بندخل في التفاصيل، أن بريطانيا فتحت مواني أكثر واستوت عندها صلاحيات أكثر أنها تدخل الصين والتجارة الحرة والتجارة الحرة داخل الصين. وهم دخلوا شعب مخدر كامل، طبعا بدأوا اسمها حرب الأفيون، فشعب كله مخدر، بدأوا يستغلونهم، يشترون البضاعة عنهم بسعر زهيد ورخيص ويرشون الضباط وما ضباط، فساد استوى يعني بسبة اللي هو الأفيون هذا. لكن الإنجليز يدورون الشاي، الحين الشاي من وين نجيبه؟ هي خلاص احنا نشتري من الصينيين، ليش ليه متى بنتم نشتري؟ والهند الاراضي الجديده اللي في الهند ما قاعده يعني تغطي الانتاج اللي احنا نباه، اللي ناخذه من الصين اضعاف. فالموانئ هذه
إنزين استغلتها، كانوا يحملون فيها الشاي بسعر رخيص، لكن في نفس الوقت كانوا يدورون. عام 1848 طلع لهم ريال إنجليزي اسمه روبرت فورتشن. هذا شو سوى؟ هذا تنكر بلبس الصينيين إنزين، وحلق رأسه وكذا يعني كأنه واحد منهم، ودخل يتوغل في الصين إلين وصل مزارع الشاي، وصل مزارع الشاي وشل من هناك، شل اللي هو عقل احنا نسميها زين بعض الفروع، وخذ بذور وخذ زهور وكذا، هربهن تهريب، حطن في كيسه في الصرة، المهم هربهن كلهن هذيل البضاعة هاي كلها اللي شلها مال الشاي، ورجع المينا. طبعا في طريقة حصل ناس صينيين اللي هم يشتغلون في مزارع الشاي، فأغراهم قالوا شو رايكم تشتغلون عند التاج البريطاني؟ شعب مخدر كله افيون، محتاجين الحالة يعني ما يقولون داوني طايحة تحت، لا مادة لا فلوس لا غيره، لا والاسعار كلها مضروبة بالنسبة لهم. فوافقوا، فهرب العمال برا الى الحدود الهندية، وهو رد المينا وشل الزراعة هذه وياه الين الهند، وقدروا ينتجون الشاي خلال الفترة هذه اللي هي عام 1848. زين عام 1854 برزت للسطح ظاهرة غريبة، سباق الشاي. موضوع ما أقول لكم الموضوع يعني فيه أشياء أحداث. فسنة 1854 طلع شيء اسمه سباق الشاي. شو سباق الشاي؟ سباق الشاي خلاص بعد ما ان شركة الهند ما بهي يعني سحبوا منها الامتيازات، وانفتح المجال للتجار الانجليز ان كلهم يتاجرون بالشاي، استوى مخامط على قولة الكويتيين، واستوت الضرابة ضرب نعل على الصين، التجار الصينيين، وطلعت سفن مخصصة، قاموا يبنون سفن انها شو سريعة يعني تقطع المسافة من لندن إلين الصين في فترة زمنية قصيرة. في الأوضاع العادية تأخذ الرحلة يمكن 4 شهور، من 4 شهور 3 شهور ونص إلى 4 شهور. لما اخترعوا هذه السفن بنوها بمواصفات بحيث أنها تكون أسرع مع الحمولة، زين بدأت تقطع المسافة في حدود 100 يوم وأقل. سباق الشاي، أول ما بدأ السباق بدأ في سفينتين، السفينتين هذيلا واحدة اسمها كرايسولايت والثانية اسمها سيليشيل، كرايسولايت وسيليشيل، هذيلا بدوا اللي هم موضوع السباق، سباق الشاي. وصل ذروة سباق الشاي لين عام 1866 هنا سباق الشاي هذا استوى موضوع رأي عام، الجرايد تكتب ويحطون لعمود بروحها سباق الشاي، يعني الذروة، شركات سفن طلعت، سفن في سفينتين في السباق. تخيل يعني طلعوا من الصين، السباق كان يبدأ من الصين إلى لندن، هي أنهم يحملون البضاعة يطلعون من الصين، كانوا يطلعون شهر 5 فيوصلون إلى لندن تقريبا مع نص الصيف شهر 8، زي يأخذون 100 يوم تقريبا 3 شهور 5 و6 و7، على بداية 8 كانوا يوصلون، واحيانا على نهاية 7. فوصلت سفينتين، واحدة اسمها اريل ايه، والثانية اسمها تيبنج. تيبنج هذه تخيلوا يعني من كثر ما الناس تتريى وصلت المينا، تعتبر الاول، واللي يوصل الاول كانوا لا يشترون عنا الشاي باسعار شوي، يعني سعر الطن كان شوي اغلى يعطونا بهانس، اما اللي يوصل الثاني والثالث لا، السعر اللي هو الحكومه تطلبه، لكن اللي يوصل اول كانوا يعطونه سعر احسن شويه. فوصلت هذه تيبنج، بعدها ب10 دقائق وصلت اريل، سفينه اريل، تخيل انت يعني كيف، وبعدها تتوالى يعني بعد يوم السفينه الثالثه الرابعه الخامسه، وناس تكتب وناس يتراهنون، ها منو السفينه بتوصل، كم تدفع على الرهان. ونفس اليوم يوم تفتح انت الجريدة اليوم الصفحة الاقتصادية، عمود الـ مثلا الـ الاسهم، حركة الاسهم، حركة البورصة، حركة العملات، هذه نفس الشيء كانت شغلت الرأي العام في سنة 1866. هاي الذروة هي بدأت من 54، 66 الذروة
إلين عام 1872 انتهى بما يسمى بظاهرة سباق الشاي العظيم. خلاص انتهى، آخر سفينة وصلت في هالفترة اللي هو عام 1872، فانتهى السباق، ما عاد في سباق. في عام 1869 السباق شغال بعده، في عام 1869 استوى شيء أيضا أثر على حركة التجارة، اللي هو افتتاح قناة السويس. قناة السويس لما افتتحت اختصرت المسافة، ربع المسافة على الحركة البحرية بالنسبة للناس اللي يطلعوا من أوروبا يبون اللي هو دول جنوب شرق آسيا، الصين، الهند إلى آخره. وطلعت أيضا في الفترة هذه اللي هي بما يسمى بالسفن البخارية، هذه بعد شوية دخلت في الموضوع. إلين اليوم في بريطانيا في منطقة غرينتش في سفينة اسمها كاتي شارك. كاتي شارك هذه من السفن اللي كانت في سباق الشاي، موجودة في بريطانيا إلين اليوم في منطقة غرينتش، ومسوي لها كذا نفس المعلم، يعني اليوم استوى معلم سياحي نفس اللي هي ميناء بوسطن في أمريكا. في بريطانيا أيضا عندهم سفينة أيضا لها علاقة في موضوع الشاي، اللي هو سفينة اللي هي يسمونها كاتي شارك، هذه موجودة إلينا اليوم في بريطانيا في غرينتش. فشوف الأحداث هذه اللي توالي عشان الشاي، عشان الشاي يا جماعة الخير. فمشت الأمور بعد الفترة هذه، طبعا خلاص استوت تجارة الشاي تجارة سهلة واستوت ترخيصة واستوت هذا. بالنسبة لمزاد الشاي قلت لكم في البداية شوي فوكس، يعني مزاد الشاي متى آخر مزاد للشاي كان؟ كان بتاريخ 29/6 سنة 1998 آخر مزاد، وأغلق بعدها المبنى، ولين اليوم المبنى أيضا لا زال موجود، رمموه كذا وهذا ولا زال موجود لين اليوم، اسمه إيست إنديا هاوس، اللي هو بيت اللي هو أتوقع اللي كانت تطلع منه قرارات اللي هو خاصة بشركة الهند الشرقية، عشان شيء اسمه إيست إنديا هاوس اللي هو بيت الهند الشرقية. فهذا لين اليوم موجود. حروب، أفيون، تخدير شعب كامل عشان أنا أطلع بالشاي، رفع الضرائب، استقلال دولة بسبب آخر شرارة وآخر مسمار كان أو آخر فتيل انفجر كان اللي هو بالنسبة لأنهم رفعوا على ضريبة الشاي، والشاي استوى مشروب مهم ومشروب راقي ومشروب غير 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 الآخري. وأحداث وطلعوا في الهند بعد، طبعا من بعد عام 1858 تقريبا بدأ إنتاج الشاي بغزارة من الهند، وخلاص بدأوا يكتشفون أماكن، طلع عاد في سريلانكا وطلع في كيرلا وطلع في شمال الهند. لكن الهند نفسها أوكي تعتبر اليوم هي الثاني في صادرات الشاي أو في حجم الإنتاج، في حجم الإنتاج اللي هو بالنسبة للشاي. الوضع العالمي بالمختصر المفيد، الصين تعتبر المصدر الأول والمنتج الأول للشاي، بعدها أي الهند، بعدها أتي اللي هي دولة أفريقية كينيا. هاي الثلاث دول هم المثلث الذهبي أو المتصدر لتصدير الشاي. الهند شو مشكلتها؟ الهند ما كانوا يعرفون الشاي، هم اللي سووا شاي الحليب، وهم اللي قاموا يحطون عليه بهارات سبايسز ما سبايسز زين، فكانوا يسوون الشاي هذا. فإلين صار اليوم 70% من إنتاج الشاي يروح للهند لاستهلاك محلي، 70% من إجمالي إنتاج الشاي اللي في الهند يروح للإنتاج المحلي، 30% هذا اللي يتصدر. شيء مو بسيط يعني 70% إنتاج محلي شاي من كذا، مع أن الهنود ما كانوا يعرفون الشاي، يعني دخل عن طريق الإنجليز. واليوم استوى الشاي هو المشروب الرسمي عندهم، والضيافة وغيره، والشركات مدح فيه والدعايات وما دعايات. فهذا واليوم في عندك، حتى قبل كان الشاي الهند الصين وفي بعض الدول الصغير، لكن اليوم عندك أنت فوق 94 دولة مصدرة للشاي أو منتجة ومع مصدرة للشاي تقريبا، كل الدول أمريكا الجنوبية فيها، روسيا فيها،
يعني في كل مكان اليوم تحصل، في كل قارة تحصل إنتاج للشاي. تركيا فيها، متى دخل العرب ما أعرف، عشان كذا أنا ما اتطرقت المعلومة هذه، بس دخل عن طريق الدولة العثمانية. هذه هي المعلومة اللي حصلتها. أما التواريخ متضاربة، لأن في مصادر تقول أن العثمانيين هم اللي جابوه، وفي مصادر تقول لا أنه دخل عن طريق التجارة الإنجليزية، وفي أيضا كلام يقول أنه عن طريق اللي هو تجارة طريق درب الحرير اللي كان موجود. فالأقوال متشتتة، اللي بيبحث بيفيدنا في الموضوع جزاه الله خير. فعشان كذا أنا ما تطرقت لها، لكن الأحداث هذه اللي استوت هاي صراحة هذه روحها شغلة. والشاي قلت لكم أنا 6 أنواع منه. كيف يسوون الشاي؟ الشاي هو هذه شيرته وحدة، بس يفرق منشأها الصين أو الهند. لكن كمعاملة أنا كيف أسوي جرين تي؟ أسوي الجرين تي بمعاملة خاصة نفس الشيرة. يعني اليوم أنا مثلا لو عندي شيرتين شاي بقدر أطلع 6 أصناف من الشيرتين هذين، 6 أصناف بقدر أطلعهم من الشيرتين هذين. كل وحدة لها معاملة، يعني هذه بالها تجفيف. إذا أنا مثلا أبغى الشاي الأبيض يسمونه، بس أجففه لمدة 2 ساعة بعدين أفوره في الماء وأشربه، هذا الشاي الأبيض. الشاي مثلا ما الشاي نوع ثاني مثلا الشاي الأخضر لا، لازم أجففه لمدة 4 ساعات 5 ساعات أو أكثر، لها معاملة كذا. فهي طريقة المعاملة هي اللي تفرق في المنتج النهائي. الهند فيها 3 أنواع من الشاي، ويعتبر من يعني الأصناف الرائدة عالميا. يعتبر اللي هو شاي آسامي، هذا له سمعة طيبة في الهند. انزين، وفي الشاي اللي هو يسمونه دارجيلينج. شاي دارجيلينج هذا يعتبر من شاي النخبة، هذا أظن سعره غالي، وهذا ينقطف 3 مرات في السنة، ينقطف في الصيف وفي الربيع وفي الخريف، له 3 قطفات. قطفة الخريف تكون شوية ضعيفة، لكن قطفة اللي هو الربيع، عفوا الصيف والربيع والخريف 3. هذا الدارجيلينج، وهذا اتوقع ان سعره شوي غالي، لكن يعتبر من شاي النخبه. والشاي الاخير يسمونه شاي نلجيري. هاي 3 أنواع من الشاي هاي تطلع بس في الهند، الشاي النلجيري والدارجيلينج والاسامي كلهم في نفس الاقليم زين، لكن اماكنهم متفرقه. هاي بعد موضوع، ترى اقول لكم هذا روحه موضوع ثاني. فالينا هنا انا اكون وصلت وياكم الينا الشاي خلاص. ف سبحان الله، لكل شيء له تاريخ ولا معلومه. لان انا وصلت وياكم للنهايه، واسال الله العلي القدير ان يكون وفقت في الشرح والطرح، والتقيكم ان شاء الله في موضوع ثاني. والحين يوم بتشرب الشاي انت بتفكر الشاي هذا، بتقول هذا استوى عليه سباق ومظاهرات وغيره، عاد ولا تشربه ولا بتقول ابويا ود فلوسك وهات الفلوس وما نبغى الشاي يوم اللي وراء هذا كله استوى. الحمد لله على كل حال، لين هنا أنا وصلت وياكم للنهاية، وأسأل الله العلي القدير أن أكون وفقت في الشرح والطرح، وألتقيكم إن شاء الله في موضوع ثاني وموضوع جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي.